اتصال الأخ أبو عبود من اليمن إعلان تشيع. أبو عبود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بأهل اليمن، حياكم الله يا أخانا، كيف حالك؟ الله يحييك. سلمكم الله. أخ أبو عبود. تفضل الشيخ معكم، تفضل. أهلا، السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ حياكم الله وبياكم، وأهلا بأهل اليمن الأعزة. الله يحييك. أنا أتكلم الآن معك في مكان، والله العظيم خرجت من البيت حتى الآن وأمشي على طريق العام، لأنه مكان لو شفت يعني كلهم تكفيريين تكفيريين. ساعدكم الله. والله العظيم صرحت أولادي هنا وأمشي الآن بالظلمة وغدرة والكهرباء طافية، وعشان تكلم معك براحتي لأنه كلهم متشددين والسلاح في كل مكان. تعرف أنت اليمن أوضاعها كيف؟ طبعا مش في الشمال، هو هنا، أنا هنا في الجنوب يعني. ساعدك يعني الله وساعد أهل اليمن، وإن شاء الله نسأله تعالى أن يفرج عنكم قريبا عاجلا إن شاء الله يا رب العالمين. خلصنا من هذا الاستقرار إن شاء الله قريبا، إن شاء الله خلصنا من هذا التكفيريين. إلهي آمين. اللي خربوا البلاد، كانت من أجمل المدن عدن، تعرف أنت. محقهم الله ودمرهم إن شاء الله. الله، وأنا الآن على استعداد. أخ أبو عبود، بس قبل إعلان التشيع نود معرفة سبب التشيع إن كان ممكن، تفضل. والله التدليس، التدليس الشيوخ أنا. نعم. أيوة، لأنه أنا أحب والله العظيم يعني من على ما عرفت نفسي يعني، وعلي بن أبي طالب عليه الصلاة. صلاة الله عليه. يعني. لا أعرف من كيف المحبة. يعني هذا حمد وسير أول مرة أتكلم بين تلبسي معلش يعذرونا. ما دور إن شاء الله يا أخي، تفضل. أيوة، فعلي بن أبي طالب أنا محبة معزة في قلبي. صلاة الله. صلاة الله. وعندما بدأت أسمع وأفهم وأشوف الفيلم الأخير اللي عملوه الرسالة. نعم. يعني علي بن أبي طالب دوره من يعني محوم ولا كان أي دور. فاستغربت يعني بدأت أطلع وبدأت أقلب القنوات أشوف أنه يعني شيوخنا وكمان فضل حسن اللهياري. نعم. أيوة، فتح عيني على أشياء كثيرة. كنت أتابع قناة أهل البيت. نعم. ففتح عيني وأسمع على فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام إني مظلومة. أنا استغربت ليش مظلومة، ما عنديش أي معلومة ولا أي شيء، ما فيش أي حلفية. أنا عارف إنها ماتت يعني هكذا من الله، لكن لا أعرف إنها مظلومة، قتلت، تعذبت. فقهرت والله العظيم يعني إيه، ما جلست لي كم أيام وأنا مظلوم. فين هذا؟ من حجب أن هذه المعلومة؟ تعرف والآن خلاص أنا مستعد على الشيء. هذه المحبة متأصلة ومتجذرة في الجذور حينما فتح علي صلوات الله عليه اليمن. والله العظيم من على أيوة. وستعود على ما ستعود إلى سابق أيوة. عهدها كما كانت إن شاء الله. إن شاء الله يا رب العالمين. إذا كنت مستعدا لإعلان التشيع فالشيخ معكم، مستعد أخي؟ مستعد. إيه، تفضل الشيخ. على بركة الله تعالى، قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنه لا شبيه له ولا نظير، وأنه لا شبيه له ولا نظير، جل جلاله جل جلاله. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلق أجمعين، وسيد الخلق أجمعين، ومبرأ من كل عيب وشين، ومبرأ من كل عيب وشين، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله. أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله،
أشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين حجج الله. أشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها حجج وأبناءها المعصومين حجج الله. وأبناءها المعصومين حجج الله. صلوات الله عليهم. صلوات الله عليهم. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله. من أبي بكر وعمر وعثمان. من أبي بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. أهل بيت رسول الله. أهل بيت رسول الله. صلى الله عليه وآله. صلى الله عليه وسلم. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة. في النار. في النار في النار في النار خالدين فيها. اللهم صلوا على محمد وآله. اللهم صل وآل محمد وعلى آله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وبلعن أعداءهم. هنيئا لك أخانا الكريم، تقبل تهانينا على تصحيحك إسلامك وركوبك سفينة النجاة، ونسأل الله تعالى أن يقر عينك بالجنة مع محمد وآله الأطهار عليهم الصلاة والسلام. يا رب يا رب يا رب، بارك مع سيدة نساء العالمين إن شاء الله. إلهي آمين. إلهي آمين. صلوات. هنيئا لك يا أخي أبو عبود. ولكن سؤال أخي أبو عبود، يعني من متى وأنت تتابع قناة صوت الإطراء؟ لي بيجي حوالي 3 أشهر وأنا متابع. طيب. ما شاء الله تبارك الله. حوالي 3 أشهر يا بني. ما شاء الله. هنيئا لك. قبل أنا. أي تفضل. الله يحفظك. سلام تشرف. حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا ومرحبا بك. هنيئا لك تصحيح السلام عليكم. نسأل الله لنا ولكم الثبات. عليكم السلام ورحمة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.